بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب المستوى 11. كنا أخذنا أعداد الكم الأربعة، أفكركم برموزهم بسرعة. كنا أخذنا عدد الكم الرئيسي N، وعدد الكم الفرعي L، وأخذنا ML التي تصف شكل الأفلاك، وأخذنا MS اللي هو عدد الكم المخزني. تمام، هناخد دلوقتي اشكال الافلاك والمستويات الفرعيه. مهم جدا انكم تعرفوا حاجه، الذره بتتكون من نواه ومستويات طاقه بتدور فيها الالكترونات حول النواه. تمام، مستويات الطاقه الرئيسيه بنديها الرمز N، وبتاخد الارقام من 1 لحد 7. فاول مستوى طاقه مجاور للنواة بيكون قيمة N بتاعته بتساوي 1، هو المستوى الأول فهو رقم 1. المستوى الثاني يبقى N بتساوي 2، المستوى الثالث يبقى N بتساوي 3، المستوى الرابع يبقى N بتساوي 4، وهكذا. أقصى عدد للمستويات الرئيسية هما 7 مستويات. تمام، لازم تتخيلوا أن مستوى الطاقة الرئيسي بيكون مقسم إلى مستويات فرعية. يبقى مستوى الطاقة الرئيسي بيكون مقسم إلى إيه؟ إلى مستويات فرعية، يعني الإلكترونات ما بتكونش موجودة بشكل عشوائي أو متزاحم داخل مستوى الطاقة الرئيسي، لا بتكون منظمة داخل مستويات فرعية. بنعرف منين عدد المستويات الفرعية؟ بنعرفها من عدد الكم الثانوي L. كل مستوى طاقة رئيسي بيحتوي على مستويات فرعية عددها قد عدد المستوى الرئيسي. يعني مستوى الطاقة الأول N1، N بتساوي 1، موجود فيه مستوى فرعي 1 فقط. تمام، طب عند N بتساوي 2 موجود فيها مستويين فرعيين. تمام، وهكذا. عدد الكم الثانوي اللي رمزه L small بياخد قيم، بياخد أرقام من 0 لحد N-1. هنكتب هنا في صفحة على جنب عشان يكون الشرح واضح ليكم. احنا قلنا ادي النواة وحواليها مستويات الطاقة الرئيسية، الاول والتاني والتالت والرابع. يعني هنا في المستوى الاول N بتساوي 1 عشان احنا بنرمز للمستويات الطاقة الرئيسية بالرمز N. هنا تبقى N بتساوي 2، عند المستوى ده يبقى N بتساوي 3، وهكذا. تمام، داخل المستويات الرئيسية يوجد مستويات فرعية. بنعرف عدد المستويات الفرعية عن طريق عدد الكم الثانوي اللي رمزه L small. L small بتاخد قيم من أول 0 لحد N-1. يعني إيه؟ يعني لو جينا على مستوى الطاقة الثالث مثلا وعاوزين نعرف داخل هذا المستوى الرئيسي يوجد كم مستوى فرعي، فنيجي للقانون بتاع L ونطبق، نقول L هتساوي من أول 0 لحد N-1. N عندنا بكام؟ بـ3، يبقى هتاخد قيم من 0 لحد 3-1، يعني هتاخد قيم من 0 لحد 2. طب هو كام قيمة من 0 لحد 2؟ هي 0 و1 و2. تمام، يبقى هيكون عندنا في المستوى الثالث، في المستوى الرئيسي الثالث يوجد 3 مستويات فرعية. تمام، المستويات الفرعية دي بنديها رموز، يعني لما L نطلع القيم بتاعتها 0 و1 و2، يعني لما L طلعت لنا القيم بتاعتها 0 و1 و2 لازم نحول القيم دي لرموز. القيمة 0 بتاخد الرمز S، القيمة 1 بتاخد الرمز B، القيمة 2 بتاخد الرمز D، القيمة 3 بتاخد الرمز F. تمام، الاس والبي والدي والاف الافلاك اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام، يبقى داخل المستوى الرئيسي 3 موجود 3 مستويات فرعية، عطنا لهم الرموز اس لان في عندنا رقم 0 1، يبقى هنديله الرمز بي، ودي عشان 2 بتاخد الرمز دي. صح، يبقى داخل المستوى الرئيسي N بتساوي 3 يوجد 3 مستويات فرعية عطناها رموز S و B و D.
داخل المستويات الفرعية دي يوجد أفلاك. فمثلا المستوى الفرعي بي موجود داخله 3 أفلاك بي إكس بي واي بي زد، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنعرف شكل الأفلاك وشكل المستويات الفرعية. احنا كنا قلنا قبل كده للتبسيط كنا بنرسم مثلا الفلك S زي مربع ونحط فيه الإلكترونين بتوعه، الفلك B كنا بنرسمه 3 مربعات وفي كل مربع كنا بنحط الإلكترونين بتوعها عشان نملى المستوى الفرعي B بست إلكترونات، صح؟ لكن الرسم ده للتبسيط. الأفلاك بتاعتنا ليها شكل في الحقيقة هنشوفه حالا. الجدول اللي قدامنا ده بيوضح أشكال الأفلاك والمستويات الفرعية. فعند المستوى الرئيسي N قلنا يوجد مستوى فرعي واحد فقط هو 1S، تمام؟ وده عبارة عن فلك وحيد شكله كروي هو الأقرب للنواة، تمام؟ طبعا ليه 1S فقط؟ علشان عند N بتساوي 1 اللي هتاخد قيم من كام؟ من 0 لحد N ناقص 1. ما هي N أصلا بواحد، 1 ناقص 1 بصفر، يعني L ملهاش غير قيمة واحدة هي الصفر. وقلنا لما تكون قيمة L بصفر بنديها الرمز مين؟ S، تمام؟ ولأننا في مستوى الطاقة الأول فبنحط قبل ال S رقم 1 عشان نبين ان ال S دي المستوى الفرعي ده موجود داخل انهي مستوى رئيسي؟ داخل المستوى الرئيسي رقم 1، تمام؟ الشكل الفراغي للفلك 1S هو كرة. عند المستوى الثاني ان بتساوي 2 هنلاقي ان عندنا مستويات فرعية S و B، تمام؟ ليه عندنا S و B؟ علشان عند N بتساوي 2 اللي هتساوي كام؟ من 0 لحد 2 ناقص 1، يعني من 0 لحد 1، يعني مفيش غير قيمتين 0 و 1. 0 بنديها الرمز S، 1 بنديها الرمز B. يبقى في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يوجد مستويين فرعيين هما ال S وال B. شكل ال S هو أيضا كرة، أي مستوى فرعي S هو دايما شكله كرة، تمام؟ لكن احنا في المستوى الثاني فهنميز ال S بتاعتنا بان احنا نحط رقم الطاقة الرئيسي قبلها فنقول عليها 2S. يبقى كده احنا ميزنا بينها وبين 1S. ايه الفرق بين 2S و1S؟ ان 2S اكبر في الحجم من 1S، هي ابعد عن النواة، كرة ايضا لكن اكبر في الحجم، ابعد عن النواة واعلى في الطاقة. كل ما بنبعد بمستويات الطاقة عن النواة بيزيد طاقة المستوى، تمام؟ طيب بالنسبة لل2B، المستوى B شكل الأفلاك بتاعته بتكون عبارة عن حبتي كمثرة ملتصقتين من الرأس، وبيكون مكون من 3 أجزاء BX BY BZ. طبعا بنحط قبلها رقم 2 عشان نحدد المستوى B ده موجود في أنهي مستوى رئيسي، في المستوى رقم 2، فنقول 2BX 2BY 2BZ. ليه سميناهم X Y و Z؟ لأن الجزء ده موجود حول محور X. كلكم عارفين محاور X و Y و Z، المحاور الإحداثية المتعامدة على بعضها، تعملوا معها في الرياضيات. الفلك ده موجود حول ال X فبنسميه BX، والجزء ده موجود حول ال Y فبنسميه BY، والجزء ده موجود حول ال Z فبنسميه BZ. في صورة أوضح من دي عشان تتخيلوا. ده شكل المستوى S أو الفلك S، سواء كان 1S أو 2S أو 3S، طالما هو S يبقى شكله كرة. الفرق ما بينهم إيه؟ إن كل ما بنعلى في المستوى بيكبر حجم الفلك، تمام؟ فالكرة بتكبر. بالنسبة لB، المستوى الفرعي B قلنا مكون من 3 أجزاء BX، جزئين متماثلين حول محور X، BY الجزئين موجودين حول محور Y، BZ الجزئين موجودين حول محور Z. يبقى عند 2B، عند المستوى الفرعي 2B أو 3B أو 4B، طالما هو مستوى B
يبقى هيكون مكون من الثلاث اجزاء بي اكس وبي واي وبي زد. تمام، عشان تكونوا متخيلين اكتر، هنا بي اكس ملون باللون الاصفر، بي واي ملون باللون الاحمر، بي زد ملون باللون الاخضر، كلهم مع بعض يكونوا مع بعض المستوى بي. تمام، فدي اشكال الافلاك والمستويات الفرعيه. اما بالنسبه للمستوى دي فده بيكون اكثر تعقيدا، بيكون موجود في 5 من الافلاك، 1 2 3 4 5 افلاك المرسومين قدامكم باللون الازرق. اول واحد دي واي زد، وده بيكون الجزئين بتوعه موجودين بين المحاور واي وزد. تمام، دي اكس زد الاجزاء بتوعها موجودين بين المحورين اكس وزد. تمام، دي اكس واي الاجزاء بتاعتها موجودة بين المحورين x و y. تمام، دي z سكوير بيكون الأجزاء بتاعتها حول محور z وفي حلقة بتحيط بيها من الوسط. أما دي x سكوير y سكوير، دي x تربيع y تربيع، بتكون الأجزاء بتاعتها موجودة على المحاور، مش بين المحاور، على المحاور x و y. تمام، فدي شكل الأفلاك الخاصة بالمستوى الفرعي دي. الخمس أفلاك مع بعض بيكونوا المستوى الفرعي دي. تمام، يبقى عرفنا أشكال الأفلاك والمستويات الفرعية. هنا الدرس ابتدى يتكلم على عدد المستويات الفرعية، وهنا كلام نظري مكتوب كتير، هوريكم جدول ملخص فيه الكلام ده ومنظم أكتر عشان تفهموا. الجدول ده هيفهمكم كل الكلام النظري بشكل منظم ان شاء الله. في الجدول ده كاتبين في الخانة اللي على الشمال خالص المستوى الرئيسي، فاحنا دايما بنرمز للمستوى الرئيسي بالرمز N، فاحنا هنا مرتبين المستويات من N بتساوي 1 لحد N بتساوي 4. طبعا الجدول ده بينطبق على المستويات من 1 لـ 4، لكن اكبر من 4 بتكون الحسابات معقدة جدا، فانت مش مطلوب منك غير من 1 لحد 4. عشان تكون فاهم، ده مستوى الطاقة الرئيسي بنرمز له بالرمز N، ده المستوى الأول. تمام، داخل المستوى الأول بيوجد مستويات فرعية. المستوى الفرعي بيكون له عدد وبيكون له رمز. المستوى الفرعي بنحسبه من عدد الكم الثانوي L small. تمام، المستوى الفرعي بنحسب العدد بتاعه ازاي؟ عن طريق القانون ان L بتاخد قيم من أول 0 إلى N ناقص 1. تمام، فعند المستوى الأول n بتساوي 1، يبقى قيم L ملهاش غير قيمة 0، عشان قيمها من 0 لحد 1 ناقص 1، يعني ما فيش غير قيمة واحدة هي 0. تمام، نديها رمز، ندي هذا المستوى الفرعي رمز بناء على القيمة اللي بتطلع لنا. طلع لنا قيمة 0، يبقى نديله رمز هو S، ما نسيبهاش تايهة، لازم نحدد S دي موجودة في انهي مستوى رئيسي. فنحط قبل الاس رقم المستوى الرئيسي اللي احنا فيه، احنا في المستوى الاول رقم 1، يبقى نكتب 1s. تمام، داخل المستوى الفرعي بيكون فيه افلاك، الافلاك ليها قيمة وليها عدد. بنبدأ نحسب العدد اولا، عدد الافلاك اللي موجودة داخل المستوى الفرعي اللي احنا فيه بيتحسب عن طريق قانون ان عدد الافلاك بتساوي 2l زائد 1. اللي عندنا بكام؟ اللي عندنا بزيرو، يبقى 2 في 0 بزيرو زائد 1 بـ1، يبقى عدد الافلاك عندنا هو 1 بس. فنرسمه في الجدول على شكل مربع، بياخد قيم، القيم دي بنحسبها عن طريق قانون تاني. القانون بيقول ان القيم بتاعت الافلاك بتاخد من اول سالب L لحد موجب L. تمام، فاحنا عندنا L بزيرو ما فيهاش لا موجب ولا سالب، يبقى ما فيش غير قيمة واحدة هنكتبها داخل الفلك بتاعنا. طبعا احنا قلنا بنرسم الفلك مربع للتبسيط، وهنحط جواه قيمة اللي هي 0. تمام، بعد كده العدد الكلي للأفلاك، يبقى في المستوى الأول ما طلعش عندنا غير فلك واحد بس، فهنكتب ان عندنا العدد الكلي هو فلك واحد بس. العدد الكلي للأفلاك يمكن حسابه أيضا بقانون مباشرة، هو N تربيع. N عندنا بواحد، يبقى عدد الأفلاك داخل المستوى الأول
بتساوي واحد تربيع يعني واحد، تمام. طب نيجي لمستوى الطاقة الرئيسي التاني عند ان بتساوي اتنين، نحسب المستويات الفرعية عن طريق القانون اللي هيحسب لنا عددها ونحدد رموزها. ال بتساوي من زيرو لحد ان ناقص واحد، يعني من زيرو لحد اتنين ناقص واحد، يعني من زيرو لحد واحد. ما عندناش غير قيمتين بس، هي زيرو وواحد، فنكتب زيرو وواحد، تمام. بعد ما عرفنا القيم بتاعت ال ال بتاعت المستويات الفرعية نديها الرموز بتاعتها. زيرو يبقى لازم ياخد رمز ايه؟ اس. واحد لازم ياخد رمز ايه؟ بي، تمام. هنسيبهم كده من غير تمييز، ما ينفعش، هنديهم الاول رقم المستوى الرئيسي بتاعهم اللي هما موجودين فيه، يبقى نقول 2s 2b، تمام. يبقى احنا عرفنا ان عندنا مستويين فرعيين، عاوزين نعرف عدد الافلاك الموجودة داخل كل مستوى فرعي. عشان نحسب عدد الافلاك نيجي للقانون، القانون بيقول عدد الافلاك 2l زائد 1، ادي ال بتاعتنا كانت بزيرو، يبقى 2 في 0 زائد 1 بواحد، يبقى عدد الافلاك الموجودة داخل اس هو فلك واحد، ودايما اس ما فيش فيها غير فلك واحد شكله كرة، تمام. طب بالنسبة للمستوى الفرعي بي، عايزين نعرف عدد الافلاك جواه عند بي، يعني ال بتساوي واحد، يبقى 2 في 1 زائد 1 تساوي 3، يبقى 3، كتبنا 3، يبقى عندنا 3 افلاك رسمناهم على شكل 3 مربعات، هياخدوا انهي قيم؟ هياخدوا من سالب ال الموجب ال، يعني من سالب 1 اللي عندنا بواحد لحد موجب 1. طب وهي ايه القيم اللي موجودة عندنا من سالب 1 لحد 1؟ سالب 1 وصفر وموجب 1، تمام. دول الثلاث قيم نكتبهم داخل الثلاث مربعات بتاعتنا، سالب 1 وصفر وواحد، مفهوم. يبقى العدد الكلي للأفلاك داخل المستوى الرئيسي الثاني اللي احنا واقفين فيه هنحسبه بأنهي قانون؟ بالقانون ان تربيع. احنا واقفين في المستوى الثاني، يبقى عدد الأفلاك 2 أس 2 ب4، واحنا اصلا نقدر نحسبهم من هنا من المجموع. مش احنا قلنا ان فيه في المستوى الثاني فلك 2S وثلاث أفلاك من 2B، يبقى مجموعهم كلهم 4 أفلاك، 1 زائد 3، صح؟ نيجي عند المستوى الثالث، ان بتساوي 3. كم مستوى فرعي موجود جواه؟ نحسب عدد المستويات الفرعية من 0 لحد 3 ناقص 1، يعني من 0 لحد 2. مين هي الأرقام اللي من 0 لحد 2؟ 0 و1 و2، تمام؟ نبتدي نحط لها رموز. 0 يبقى ياخد رمز ايه؟ S. 1 يبقى رمز ايه؟ B. 2 يبقى رمز ايه؟ D. سليم، خلاص حفظتوها بقى. هنسيبهم كده؟ لا، هنحط قبلهم مستوى الطاقة الرئيسي اللي هما موجودين فيه، فنقول 3S 3B، يعني B بتاعتنا دي في المستوى الثالث، 3D يعني دي في المستوى الثالث، تمام. عايزين نعرف عدد الأفلاك الموجودة داخل المستويات الفرعية. عدد الأفلاك بيتحسب بأنهي قانون؟ برافو، 2L زائد 1، تمام. نيجي عند L بزيرو، يبقى عندنا 0، 2 في 0 زائد 1 بواحد، فنرسمه مربع واحد، هياخد انهي قيمة؟ طالما ال بزيرو مش هياخد غير قيمة 0، دايما اس فلك واحد جوه قيمة 0، تمام. بعدين ان شاء الله هتفهموا فايدة القيم دي. القيم دي مش عدد الكترونات ولا حاجة، القيم دي خاصة بعدد الكم المغناطيسي اللي رمزنا له بالرمز ML. بعدين ان شاء الله هتعرفوا لها فايدة، تمام. نكمل عند المستوى الفرعي بي، في عندنا كم فلك؟ نروح للقانون، عدد الافلاك هيساوي 2L زائد 1. طبعا عند بي كانت L بكام؟ بواحد، يبقى 2 في 1 زائد 1 بكام؟ بتلاتة، يبقى عند بي في 3 افلاك، ودايما بي فيها 3 افلاك، تمام. ياخدوا قيم من كام؟ من سالب L الموجب L، من سالب 1 لموجب 1، عشان ال عند بي بتساوي واحد، يبقى سالب واحد وزيرو وموجب واحد كتبناهم، تمام، كتبناهم جوه الافلاك. نيجي عند الدي، عاوزين نعرف فيها كام فلك.
القانون بيقول 2L زائد 1 عند الـ D اللي بتساوي 2، يبقى 2 في 2 زائد 1 يعني 4 زائد 1، يبقى عندنا 5 أفلاك نرسمهم على شكل 5 مربعات. جواهم هنكتب القيم، القيم بتاعتهم بتاخد من سالب L الموجب L. طب L عندنا ب2، يبقى من سالب 2 لحد موجب 2. طب هي ايه الأرقام من سالب 2 لحد موجب 2؟ سالب 2 وسالب 1 والصفر وموجب 1 وموجب 2، صح؟ 5 قيم اهم هنكتبهم جوه الـ5 أفلاك. تمام، العدد الكلي للأفلاك في المستوى الرئيسي الثالث 1 زائد 3 زائد 5 يعني 9، أو نحسبها بالقانون إن تربيع إحنا في المستوى الثالث يبقى 3 تربيع ب9 أفلاك. تمام، المستوى الرابع هتعملوه لوحدكم، هتفكروا فيه وهتلاقوا دايما ان المستوى S موجود داخله فلك واحد، سواء كان 1S 2S 3S 4S، دايما هتلاقوا ال B بداخله 3 أفلاك بX و بY و بZ، سواء كنا في المستوى 2B او 3B او 4B، دايما هتلاقوا ان المستوى D بداخله 5 أفلاك اللي احنا لسه قايلين رموزهم من شويه، دي اكس واي دي اكس زد دي واي زد دي زد سكوير دي اكس سكوير واي سكوير. تمام، ايه سواء كنا في المستوى 3D او 4D هي دايما دي فيها 5 افلاك، وهتلاقوا ان الاف دايما فيها 7 افلاك. تمام، فالجدول ده هيسهل لكم جدا كل الكلام النظري اللي ممكن تحتاجوه، وهيوضح لكم ان مستويات الطاقة الفرعية بتكون مرتبة من الاقل طاقة اللي هو الاقرب للنواة من اول 1S الى الاعلى طاقة 2S 2B وهكذا. تمام، في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوف ملحوظة مهمة، ان لما بنيجي نعمل توزيع الكتروني يعني نوزع الالكترونات داخل الافلاك دي بيحصل احيانا تداخل بين مستويات الطاقة الفرعية، فلازم نعرف الترتيب الصحيح لمستويات الطاقة الفرعية عشان لما نبتدي نوزع الالكترونات جواها نوزعها بشكل سليم. ده اللي هناخده ان شاء الله في الفيديو الجاي.